نعطيك واحد النموذج السيدة النائبة المحترمة تطرح عليا البارح نهار الجمعة، نهار الجمعة قرسيف 80 كيلومتر على تازة وتنتمي إلى جهة وجدة وتستأنف الأحكام أمام محكمة الصوم يمشيو 200 ولا 250 كيلومتر وتيخلي وحده محكمة الاستئناف في تازة. شنو هو القرار اللي غادي ناخذ؟ حنا درنا خريطة ودرنا معطيات ونسكو تعرف وزير العدل مابقاش كيقرر بوحدو، وزير العدل عنده السلطة القضائية خصو يتشاور معاها. طرحنا الموضوع على السلطة القضائية وكنناقشوها، اللي مهم تكون محاكم إدارية اتفقنا محكمة إدارية في كل جهة، محكمة الاستئناف في ثلاثة الجهات بالنسبة للمحاكم الإدارية والتجارية كذلك. العيون الداخلة تكون فيهم محاكم إدارية وتجارية، أنها المحاكم راه من رموز السيادة. وهذه الخريطة اللي غادي نخرجوا تيبقى لنا سؤال جوهري، واش نخضعوا للتقسيم الجهوي ديال المملكة؟ لأنه راه الوكيل العام إلى ما احتفظ بهذا التقسيم تيولي عنده جوج المخاطبين في السلطة القضائية، ولي الأمن هنا ولي الأمن هنا، كيدير؟ لهذا هذا الموضوع كنناقشوه الآن، كنحاولوا نخرجوا. واش وزارة العدل خصها تمرض على التوزيع الجغرافي اللي دارته وزارة الداخلية واللي دارته الدولة، أو نخضعوا؟ ولا خضعنا أجي واحد المدينة قريبة لواحد المدينة أخرى ولكن عندها الاستئناف في واحد المدينة بعيدة، هادشي كنناقشوه باش نشوفوا المعطيات كلها وتاخذوا. ولكن اللي مهم هي محاكم القرب لأن هي القريبة للعائلات والنساء والأطفال إلى آخره. شكرا.